طمنا اخبار شوارعنا ايه النهارده يا استاذ محمد؟ خلينا طبعا في البدايه نطمن الساده المشاهدين الكرام عن الحركه الدوريه الان ومعدلات السير بصفه عامه فتره الثروه الصباحيه الان اللي بيتجاوز ما بين 60% ل 65%. النهارده هنبتدي نستعرض الحركه الدوريه من محور كورنيش النيل وتحديدا الاتجاه القادم الان من مناطق الساحل ومناطق ولاء ومتجه الى مناطق تسبيرو. يمكن احنا زي ما شايفين الحركه المروريه الان عندنا سيوله وانفراجه مروريه في محور الكورنيش الان في هذا الاتجاه. اما بالنسبه لاتجاه الكورنيش القادم من مناطق المعادي ومتجه لمناطق وسط المدينه ما زال حتى الان الحركه المروريه فيها بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي. قطاعات جنوب القاهره ما زالت حتى الان الحركه المروريه فيها مرضيه تماما. اما بالنسبه للسيتي منتقل الى الحركه المروريه بصفه عامه داخل محافظه القاهره هتنحصر فيها بعض الاحجام النهارده اعلى كوبري الحدايق اللي جاي من مناطق الزاويه الحمراء ومتجه لمناطق الجنوبي. يفضل سلوك شارع مصر والسودان افضل حالا. مطلع كوبري المطريه دلوقتي اللي جاي من مناطق الكابلات ورايح على مناطق التجنيد ومناطق مصر الجديده بعض الشيء بيفضل نسلك النهارده شارع المطريه ونطلع كوبري سرايا القبه ده هيكون افضل حالا في هذا التوقيت. اما بالنسبه للكباري اللي بتنقل الحركه المريه النهارده ما بين القاهره والجيزه ده كوبري اكتوبر كوبري الجامعه كوبري عباس كوبري الساحل كوبري 15 مايو ما زالت حتى الان الحركه المريه فيها مرضيه تماما. هننتقل مع حضراتكم لقطاعات الطرق الدائريه المؤديه لمداخل ومخارج القاهره الكبرى اللي بتشهد انفراجه وانسيابه مريه في كافه محاورها عدا اعلى منطقه السلام والمتجه الى اللي جاي من الزراعي ورايح على مناطق المرج نتيجه الاعمال ومتجه لمدخل نفق السلام واعلى مناطق الكنيسه المتجه لمناطق الجنيب. بالنسبه لمحور 26 يوليو الحركه المريه فيه مرضيه عدا الاتجاه القادم من اكتوبر والشيخ زايد ونازل على ميدان لبنان بتقابلنا الاحجام من اعلى منطقه ناهي عشان كده في هذا التوقيت بيفضل سلوك محور رود الفرج افضل حالا. من محافظه الجيزه كافه المحاور الداخليه بتشهد انفراجه وانسيابه مريه عدا عند محطه مترو الجامعه اللي جاي دلوقتي من اعلى كوبري فيصل ورايح على مناطق شارع او مناطق الدقي. ممكن اللي شاهدنا دلوقتي وبيسمعنا ممكن نسلك النهارده شارع الجامعه او شارع مراد افضل حالا. على ذلك الحركه المريه مرضيه تماما على كافه محاور الجمهوريه واستنشاق الخدمات المريه من قبل الاداره العامه للمرور بالتنسيق مع الادارات العامه للمرور المختلفه لتصفيه اي كثافات متوقعه خلال فتره الذروه الصباحيه. ان شاء الله بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد صابر محرر الشؤون المروريه.